الفيديو تبعنا اليوم مليان حزم كتير، عنا حزمتين اللي حنزلوا جداد، هي حزمة قديمة وحزمة جديدة ولكن حزمة كتير منتظرة لكل الناس اللي هي حزمة الدارك. وعنا خبر تاني اللي هو عن حفل الجديدة تبع دومينيك في كي، رح نحكي عنه ورح نحكي على اوقات. فهلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. قبل ما ابلش المقطع تبعي فوت بالتفاصيل، بتمنى لو انت اول مره عندك تشاهد فيديو على القناه لايك، اشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، بتكتب كومنت حلو تحت برايك، لانه انا طبعا الكومنت والتعليق بهمني جدا وكل التعليقات عم شوف. وحملتنا نوصل 20,000 قبل نهايه السنه، يا ريت تساعدني فيها بالاشتراك تحت بالزر الاحمر، وضع ايزي كتير. خلينا نفوت هلا بالنسبه للحزم يا شباب. اول حزمه رح تتوفر معنا اللي هي حزمه الساموراي، والحزمه الثانيه رح تتوفر معنا اللي هي حزمه الدارك. خلينا احكيكم بالنسبه لحزمه الدارك، بعدين احكيكم عن حزمه الساموراي والميزات تبعات اللي رح تخليك تفوت على طور الزومبي من غير ما تشتري طور الزومبي، رح احكي لك عنها بالتفصيل. اول شيء يا شباب بالنسبه لحزمه الدارك، مثل مظاهر امامكم يا شباب الصوره من داخل متجر نينتندو، مثل مظاهر حقها $16 رح تكون الحزمه، وهي الصوره تقريبيا صلى ما يقارب العشر ساعات، والحزمه رح تنزل خلال 24 ساعه من هالوقت هاد، يعني من تسجيل الفيديو بعد 12 ساعه المفروض تنزل لكل الناس، ممكن نتاخر ممكن لا، انه شركه ايبك جيمز عم تنصرع يا شباب. بالنسبه لحزمه الدارك من افضل الحزم الموجوده معنا في فورتنايت، انا عن نفسي كثير بلاقيها حلوه هالحزمه، هاي الحزمه مثل مظاهر امامكم صورت لكم اياها، انا عندي هاي الحزمه الصراحه كثير حلوه، فيها بيجي بيكاكس وفيها 2 شنطه باك بلينك وفيها 3 سكنات، من احلى السكنات فيهم يعني سكن بنت الشيطونه، والسكن الثاني اللي هو سكن ستيف، والسكن الثالث اللي هو هذا العميل اللي لابس قناع، كله ظاهر امامكم، ولكن من افضل السكنات فيها اللي هو سكن شيطونه الدار اللي ظاهر امامكم. هاي الحزمه يا شباب رح تتوفر بسعر $16، رح تضل متوفره يوم 22/9 بعد منها تنشال، مثل كل الحزم رح تتوفر من هلا تقريبا، يعني فيك تقول من 9/9 او من 10/9 ل 22/9 رح تنتهى هاي الحزمه، ان شاء الله رح تكون متوفره للجميع خلال الاوقات القادمه. وخلينا نحكي بالنسبه لحزمه الساموراي وشو ميزات حزمه الساموراي. يا شباب حزمة الساموراي مثل مظاهر امامكم بيجي معه بيكاكس وبيجي معه باك بلينكك على شكل علم، وبيجي معه سكن الساموراي اللي هو عبارة عن شب بتقدر تشيل الخوذة عنه وبتقدر تحط الخوذة عنه. بس شو ميزات لهي الحزمة؟ انه ليش يعني فيها ميزات يا نيمو؟ ميزات هاي الحزمة يا شباب انك انت لما تشتريها مثل مظاهر امامكم هذا الشخص اشتراها من داخل البلايستيشن 4، بعد ما اشتراها من داخل البلايستيشن 4 ودخل على اللعبة بيجي كتاب باسم السيف ذا وورد او شيء باسم السيف ذا وورد. هاي الحزمة يا شباب للعلم لإلكم يعني انه هاي الحزمة بتقدر تستخدمها بطور الباتل رويال وبتقدر تستخدمها بطور الزومبي، ورح تخليك تفوت على طور الزومبي ولكن من غير في بوكس، يعني انت رح تفوت على طور الزومبي ولكن ما حتقدر تجمع في بوكس مثل باقي الناس اللي هي شارية الاديشن تبع $30 او $20 او هيك شي، مالي حافظ اسعارهم، يعني انا طور السيف ذا وورد ما بفهم فيه ابدا لكون صريح معكم للامانة يعني. فهذا هو بالنسبة للحزمة تبعنا اللي حتخليك تفوت على طور الزومبي ورح تقدر تلعب بالحزمة بطور البطل رويال وبطور الزومبي من غير في بوكس، وحلوة الحزمة حلوة الصراحة ورايقة، ورح تتوفر كمان بسعر نفس حزمة الدارك بالضبط بسعر $16 او $16 عفوا و13 يورو بالنسبة لليورو لانه في فرق بالعملة. اتمنى تكونوا عرفتوا موضوع الحزمات القادمة معنا. وبالنسبة لحفلة دومينيك في كي يا شباب، حفلة دومينيك في كي ان شاء الله رح تكون معنا بتاريخ 13 سبتمبر، يعني هذا الشهر رح تكون الساعة 12 الظهر بتوقيت السعودية، وانت بقى شوف الوقت. انا الصراحة يعني الحفلة ما حبيت احكي عليها زيادة لانه هو اصلا يعني المغني هذا يعني ما بينهضم بنوم، وهو شكله عميل جاي من شركة ابل لانه واشم على عينه شركة ابل، بتعرفوا احنا هلا عنا مشاكل بين شركة ابل وبين شركة ايبك جيمز لاعبين فورتنايت، احنا يعني مو انا صاحب الشركة، لاعبين فورتنايت عنا مشاكل بين شركة ايبك جيمز وشركة ابل، فهذا شكله عميل جاي واشم على عينه تفاحة ومدري شو. المهم هذا المغني رح يجي على طور البارتي رويال اللي هو رح يكون الحفل يلي ما في اي شيء، كلياتكم بتعرفوا هذا البارتي او اسم الحفل الملكي، رح يكون البث ان شاء الله يوم 13 سبتمبر الساعة 12 الصبح او الساعة 12 الظهر عفوا بتوقيت السعودية والرياض، لان نفس التوقيت. تمام يا شباب هذا هو بالنسبة للعرض، اسمه سلسلة تسليط الضوء التقدم دومينيك في كي، بس هذا هو يعني، والصراحة المغني كتير ثقيل وما بينهضم، فبس حبيت احكي عنه لو اي حدا حابب يدخل هاي الحفلة ويشوف هاي الحفلة. هيك نحن بنكون حكينا عن كل شيء بالنسبة للحزمات القادمة معنا وبالنسبة لحفلة دومينيك في كي، ولو حصل اي شيء مشان موضوع التحديث يا شباب رح ننزل لكم فيديو، لانه هو المفروض يوم الخميس يكون في تحديات الاسبوعية تبع الاسبوع الثالث، ولكن اجلوا التحديث وما بنعرف اذا في تحديات حاليا ولا ما في، ما سربنا شيء من داخل ملفات اللعبة، ما بعرف شو صار مع شركة ايبك جيمز.
اي شيء بيصير مشان التحديث يا شباب انا ان شاء الله راح احكي عنه مباشره. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ببعض المعلومات. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وحنقدر نوصل ل 20,000 بالاشتراك تحت بالزر الاحمر، كتير ايزي الوضع. وفعل زر الجرس لو حابب تشوف اخر الاخبار، وان شاء الله في لعبه باتل رويال جديده قادمه معنا رح نزل عنا على القناه، جديده لسه يعني ما حدا يمكن بيعرفها زياده، رح نلعبها ونجربها ونزلها عندي بالقناه. شكرا لكم يا شباب وبرعايه الله.